القاعدة الأولى عدم الاستعجال. المستعجل يعفي نفسه من المقامات. في عشرة محرم كان نزيها، كان حسينيا بكاء كذا جيد، في شهرين كان كذلك، بعد شهر محرم وصفر يتوقع أن يطير في الأجواء العليا. أصبر قليلا، هب أنك في شهر رمضان تميزت في صومك، صمت نهارا قمت ليلا، ذهبت الحج والعمرة، مشيت الأربعين، الأمر أعظم، القضية بحاجة إلى متابعة مواصلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيده الله بالأنصار. من هم الأنصار؟ الذين تربوا عند النبي في مكة 13 سنة حتى صار ما صار. هؤلاء هم البدريون، هم الحنينيون، هم الأحديون. أطل بالك، يأتينا شاب مراهق، فتاة بلغت قريبا، تقول مثلا التزمت صلاة الليل 40 ليلة ما رأيت شيئا. أولا أطل بالك، النبي ما بعثه الله المقام المحمود، أعني مقام النبوة، إلا في سن 40. واقعا حياة النبي ملفتة، ثلث عمره في مكة والغار وتربية الذات. النبي ما كان له ذلك النشاط المميز، ولهذا عاش محترما أمينا بين أهله. متى بدأت المشاكل؟ عندما قال لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثلث حياة النبي جهاد ودعوة، وثلثاه تهيئة. إذن وطن نفسك على الصابر على هذا الطريق الذي قل سالكه.